السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحمد لله الذي أمرنا بالعفو والإحسان والصفح والغفران، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أكثر الناس عفوا صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، ماذا علمتنا سورة البقرة؟ وكيف يكون لنا جلوس مع سورة البقرة؟ وكيف نعيش في معاني البقرة؟ وماذا نستفيد منها؟ وكيف نأخذ استشفاءها؟ طرق الاستشفاء بسورة البقرة: نتوضأ وضوء الخاشعين ونغسل به قلبنا قبل أعضائنا، ثم نحاول أن نجلس في مكان هادئ وخال من الإزعاج على سجادة تفوح منها الروائح الجميلة. أختي المسلمة، أخي المسلم، أوصي نفسي وإياكم: افتح قلبك قبل المصحف، ثم اتلو سورة البقرة بصوت مسموع، أسمع به روحك المنهكة وقلبك المتعب ونفسك المتألمة من أدخنة هذه الحياة، وادخل على عالم الحماية والكفاية بتدبر وحضور قلب بيقين صادق بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير واقع حياتك إلى واقع جميل، وتيقن بأن الله سبحانه وتعالى يغير واقع حياتك من واقع إلى واقع جميل، ويكبت أعداءك الذين يكيدون لك في الخفاء، وأن ينزل على روحك الشفاء الذي تحتاج، والجبر الذي تريد، والفرج الذي تنتظر. بإذن الله ستقضي وقتا نافعا مع سورة البقرة، ثم بعد أن تنتهي منها اجمع بين يديك وانفث فيها ثلاث بالريق المبارك الذي اختلطت به حروف سورة البقرة، ثم امسح على جسدك كاملا. فمن يريد الاستشفاء بسورة البقرة يجلس ساعة استشفائية ماتعة وممتعة حتى يسأل الله بيقين بأنه جعل له هذه الآيات رحمة وسببا وشفاء. حياكم الله، وكتب الله لي ولكم القرآن الكريم شفاء لكل داء، وحلا لكل عقدة، وقضاء لكل حاجة. كتب الله لي ولكم وللمسلمين خصائص أهل القرآن، حياكم الله وبياكم، وأكرمنا الله وإياكم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.